بس بقول لك ايه، انت تعرف اني المفروض والله لو العمدي اخليك ايمن بهجت قمر. اه بس انت مش العمدي. يلا ما حرام عليك، كان نفسي ابقى العمده والله. صعب تبقى العمدي. ليه صعب ابقى العمده يا راجل؟ ما تزعلش يا راجل. عاوز تبقى العمدي؟ اه اقول لك انا، انت تصحى بدري وتروح السجل المدني وتغير اسمك، تقول لهم انا مش عاوز ابقى عرابي، هسمي نفسي عماد، وانا هدلعك، اقول لك ازيك يا عمدي، عامل ايه يا عمدي، رايح فين يا عمدي، جاي منين يا عمدي، جرالك ايه يا عمده، شفت جرالي ايه يا عمدي، شفت جرالي ايه، انا جرالي ايه، جرالي ايه يا عمدي، انا جرالي ايه، اسمعك جرالي ايه، جرالك ايه، اسمعها لك. ما تقرفناش بقى، قاعد في ايه؟ اه جايبيننا هنا ليه؟ سلام عليك. أنا مش عارف والله جايبنا اللي جايبنا ليه يا شيخ البلد، طالما ما فيش في البلد غيرني. بس يا هلا شو هتعرف؟ شو هعرف؟ طب لو أنت راجل قوم لي يا عمدي. اهدي، ده بيهزاك يا شيخ البلد. لا ده أنا هقوم له أديله على بوز. قوم له. وربنا لهقوم له. لو أنت راجل قوم لي يا بقلص. بقلص؟ اه. بيقول لي بقلص يا ماما نجوي. معلش. ده أنا هقوم أديك بالكتانين اللي على بوزك. أيوه قوم له. هقوم له. قوم له. وربنا لهقوم له. ما تقوم له. هقوم له. قوم له. انا هقوم له. قوم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. يا رب ارفع البلاء عني. سامحني واغفر لي لو عملت حاجه غلط، ما تعاقبنيش كده. يا رب. يا شيخ البلد خلي عندك نخوة وقوم. هقوم له. ايوه قوم. قوم لي يا شيخ البلد. قوم. ده بيقول لي بوللو. ولا. يعني هقوم اديك بالجزمه. ايه ايه، ينفع العب معاك في شيخ البلد؟ يا شيخ تعال العب ياض، بس ما تبوظوش. لا مش هبوظه والله. ما انا بقيت كبدهم في الكفر دي. صح ده انا. اهدي، انت بتتلكك بيا ولا ايه؟ استوري عليا يا حاج. ايوه كده. ما تستوريش قوي، ما تستوريش قوي، يعني استوري بشويش. مسعيد جراه يا شيخ البلد، ما تقول لنا عمدة عايزنا في ايه؟ وربنا ما هنعرف دلوقتي، احنا لازم نقوم عشان نعرف. ايوه صح لازم نقوم. انا عندي حل لقعدتكم دي والله، بدل ما تقرفونا كل يوم. ايه؟ انتوا بعد كده تبقوا تقعدوا ونبني الدكه حواليكم. نظرا بقى للكلاب دي احنا لازم نشوف حل. ايه؟ ايوه احنا نجيب قالب زبده ونحطه بيناتنا ونسيحه، بحيث لما نيجي نقوم نتزفلط كلنا، يعني نتزفلط كده، نقوم نتزفلطي. طب احنا دلوقتي هنقوم ازاي؟ هنقوم اكيد ربنا هينتعنا بالسلامة، هيسيبنا بالدقيقة دي، اكيد ربنا هينجيني. طب ما تيجي نحاول. يا منجم المهالك يا رب. يلا يلا. واحد اتنين تلاتة. هوبه. تمام. حلوة صاحبة مايك اللي حملتيها دي يا حاج. حلوة. يبقى قدمي بقى في سوي وسينكي يو كان دانس. ايه بقى يا كلب البيرك؟ ايه عمال تهزقني وانا قاعد هنا هديك بالجزمة دلوقتي؟ واس واس، ما هي كده بقى هزلت كده بقى، اي كلب معدي يدخل يقعد معانا، دي قعده كبارات البلد. ايه اللي جابك انت يا رد؟ يا رد، رد عليا وانت شبه السنافر كده. رد عليا، انت هتفرقع. ما هو بيتكلم كل 20 سنه جمله. يا ما حدش يزعجني، ما حدش يزعج لي في البلد دي، انتوا فاهمين؟ دي كابت، دي كابت. انا عارف والله، مجدوب بقاله كتير. انت ايه اللي جابك هنا؟ ما حدش يزعج لي، ما حدش يزعج لي، ما حدش يزعج لك، فاهمين؟ وليه؟ ما ينفعش معاكم غير الصوت العالي، ما ينفعش الواحد يقعد ساكت حبتين. لا دي انت ربنا خد منك كل حاجه واداك في صوتك. فيه ايه؟ 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 عايزين من ايه؟ انت ابوك غسان مطر يالا. انت يوم ما تتكلم صوتك يعلى قوي. مفيش غيري بيتهزك في البلد دي ولا ايه؟ عايزين ايه؟ ايه
كده يا ناني. الحاج عليا اني جاي عايز اخدم، لما عرفت ان ابا العمده بلم اهل البلد كلياتهم. ايه اهدى يالا، اهدى اهدى واتكلم معايا كده بالعقل. ما حدش يزعقلك. ما حدش زعقلك يا حبيبي. ما زعقليش. ما زعقتش انا. اهدى، بص انت هتقعد هنا ماشي، الكلام اللي هيحصل هنا على الله يطلع بره هقتلك. ما حدش هيسمع حاجه. واضح من صوتك ان ما حدش هيسمع حاجه. انت لو وشوشت واحد جنبك كل حد هيعرف اي حاجه. اقعد هنا اتلقى. انت شيخ غفر حمير. انا مش شيخ غفر، روح اتلقى. انا خارج لكم البلد كلاتها. ده انت عالك. وطي صوتك، وطي صوتك. اهدي. بتزعق ليه؟ اهدي. بتزعق ليه؟ اهدي. ايه اللي بيحصل النهارده؟ وطي صوتك، في ناس بتذاكر فوق. احترم نفسك، وطي صوتك. بتزعق ليه؟ ليه بتزعق؟ مش نحترم نفسينا ونوطي صوتنا؟ في ناس بتذاكر، صوتك طالع لحد فوق. عايز تتكلم شغل الانتر كام. ليه تحت عندك؟ وطي صوتك. صوتك ما يعلاش. يهدي. هنزل لك السبت تجيب لي سجاير. يهدي. توطي صوتك. فاهم ولا مش فاهم؟ ايه اللي جاب عمود السواري هنا؟ وطي صوتك. انا امشي من بلد كلاتها. ياه يا شيخ البلد، العمده عايزنا في ايه؟ انا زهقت والله. هنعرف دلوقتي كل حاجه هيجي وهنعرف. انتوا مستعجلين اهو. عطيه جه. يا عطيه انده لنا العمده بسرعه يا علي. وشك في الارض يا قريه. مع صاحب العصمه حضره العمده المفدي اللي بيفطر قبل ما يتغدى، مع صاحب الاغنيه ونجم العموديه. لا تقولي فاوس ولا جوب الشوافي، مع عمده ميت كنافي. هو اللي مأكلني. هو. هو اللي مشربني. هو. هو اللي ملبسني. هو. 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 يلا يا بالا، العمدة جيه. أنا عايز النشيد الوطني. إيه؟ لميك وناف. عايزينها تبقى خضر الأرض اللي في الصحر. عايزينها تبقى خضر الأرض اللي في الصحر. ونقدمها لمصر هي حاجة جميلة ومعتبرة. هي إيه؟ الصحرة تبقى إيه؟ خضرة. هي إيه؟ الصحرة تبقى إيه؟ خضرة. هي إيه؟ الصحرة.